لم تحظى كرة تلستار 18 التي ستلعب بها مباريات مونديال روسيا بالكثير من الإشادة، بل العكس. انتقد حراس مرمى المنتخبين الألماني والإسباني كرة تلستار 18 بعد تجريبها خلال الودية التي جمعت الفريقين الجمعة. هذه هي الكرة التي ستستخدم في كأس العالم، أخرج الاتحاد الدولي للعلن خلال وديات هذا الأسبوع قصد تجريبها، لكن أصداءها لم تكن إيجابية لدى حراس المرمى. كرة تلستار 18 نسخة حديثة لتلك التي لعبت بها نسخة 70 و74 من القرن الماضي، وكما كان الحال بالنسبة لكرة جابولان التي ميزت نسخة 2010، لم تسلم تلستار 18 من الانتقاد. مارك أندري تيرشتيغن حامي عرين ألمانيا قال عقب ودية إسبانيا إن الكرة تتحرك كثيرا ولا يمكن التحكم فيها، وطالب بتحسينها. أما حارس مرمى إسبانيا دافيد دخيا فوصف الكرة بالغريبة كونها تتخذ مسارات غريبة، وطالب هو الآخر بتحسينها. أما بديله في لاروخا بيبي رينا فقد ذهب أبعد من ذلك، وتوقع بأن يشهد المونديال تسجيل 35 هدفا إضافيا بسبب تلستار، مؤكدا بأن حراس المرمى سيواجهون مشاكل جمة مع الكرة، لذا وجب تغييرها قبل موعد المونديال ما دام الوقت كافيا للقيام بذلك. أمام كم الانتقادات يبدو تيرشتيغن مسلما بالأمر الواقع، ودعا زملائه في المهنة إلى التعود عليها في أسرع وقت ممكن تماما كما تعود عليها من قبل بوتين، لكن أن يرضى عليها بوتين لا يعني أن يرضى عليها الكل، وما مونديال روسيا ببعيد.